اليوم باش نحكيو احنا تفصل ثاني ومش نحكيو على مرض معروفه به معات الحيوانات بلاك دي معروف به الكلاب. السلام عليكم خويا الغالي. الايامات هذيا البارفو ضارب في البلاد، ضارب اكثريه في السوق. اش باش نقول لك، مرض خطير قاتل، فهمت؟ نجم في 5 ايام كلبك اللي شاريه بمليون ولا ب 500 ولا ب 400 يمشي قدامك، فهمت؟ بالنسبه للبارفو خويا توا يلزمك حتى الكلب فاكسيني. البارفو راهو مرض قاتل، راهو سامحني برشا عباد ما يميزوش بين البارفو والجريد، يقول لك هو الجريد. ليه ليه ليه، البارفو مرض يجي في المعده، فهمتني؟ المرض هذا يجي في المعده، المرض هذا يجي في المعده. اولا الكلب يفشل واللي يرقد، بعد ما عادش ياكل، ما عادش يحب ياكل جمله، بعد يولي عنده كدياري، فهمتني؟ دياري من في المسارن نتاعو، فهمتني؟ تولي تخرج في الدم ويولي عنده الردان. وقتها انت فهمتني توقف على الكلب، انت اوتوماتيكمون لازمك تلقفه من الاول، راهو تشوفوا الكلب كيفاش وقف الماكله، فهمتني؟ تعرف كلبك اللي هو راهو مريض بالبارفو، عنده الفشله، وقتها تهزه، فهمتني؟ ولا تهزه للفيترينير، ولا كان عندك شي شويه اكسبيريونس، فهمتني؟ ولا لا تعمل له ثم دويات، فهمتني؟ يشربهم كما نقولوا فيها الدواء نتاع الدواء لونتيبيوتيك، فهمتني؟ فما لونتيبيوتيك وفما هو كل فيروس معناتها لي مده يرجع فيها. انت قبيك اول ما شفتك في السوق قلت لي راهو تو رجع بطريقه غير عاديه، رجع بقوه كبيره برشا. البارفو السنا فهمتني شو نقول لك، شيء كبير. ثم اللي مات له 5 جرا، ثم اللي مات له 3 جرا، جرو راهو نحكي لك على جرا جرا، راهو جرو يوصل 800 و400 و500 و600. بالنسبه للبارفو اللي يشلق بكلبه وقف الماكله، مد له الماكله ووقف عليها، ديريكتومون يهزوا الفيترينير، يلزموا يعمل له سيرو، فهمتني؟ باش يغذيه باش ما يشيحش الكلب، ويلزموا شويه تغذيه. المهم ما يعطيهوش حاجه ياكلها، خاطر وقتها مسارنه ولا يدق له بالزريقه حاجات يحب ياكلهم، هذيك انت قاعد تزيد الضر في الكلب نتاعك. البارفو يلزموا يوقف له على الماكله الجمله، تولي تعطيه سيرو فهمتني باش يغذيه، وتعطيه لي زونتيبيوتيك باش يشربهم، وفما حاجات ساشيات فهمتني تاع الدياري، فهمتني؟ وبحول الله 4-5 ايام يتعداها المرحله هذيك، وبحول الله يتفرد. البارفو يجيك من الوسخ نتاع فهمتني، من البلاصه نتاع الكلب نتاعك، ينجم يجيك من الوسخ نتاع القطاطس، ينجم عدوى من عند كلب كبير، فهمتني؟ الكلبك انت بالنسبه لتو تستحفظوا على كلابكم من الخروج برشا، حتى كي يبدا فاكسيني راه ما تخلطوش فهمتني، ما تخلطوش مع الكلاب الاخرين، وكاو ما تخلطوش مع كلاب اكبر منه، ما تخلطوش في انفيرونمون مسخ، فهمتني؟ وش انا كيما قلت لك لازمك تكفي عند الكلب، ما تخلطوش مع كلاب الشارع، ما تخليه وحده. لا لا، كلاب الشارع لاباس عليها، هذيك عندها مناعة وجوها باهي، ما تخلطوش مع كلاب ماهيش فاكسيني، ماهيش أكبر منه، فهمت؟ هذا هو السؤال يا توحي من السؤال، يقول لك كلب العربي كلاب الشارع لا يمرضوا لا شيء، هم يدوروا هم لا يمرضوا لا يصير لهم حتى شيء. كاسبين هذوكم كلب الشارع كاسب مناعة من اللي عمره نهار هو عايش في الشارع. أوتوماتيكمون راه يولي فهمتني عنده مناعة كونتر لي بارفو وكونتر كل شيء، فهمتني؟ كلاب الشارع خويا عمت كسبوا المناعة نتاعهم وامورهم واضحة، فهمتني؟ جوهم باهي وامورهم واضحة ما شاء الله عليهم. كلاب الشارع خويا حماهم ربي سبحانه هذوكم بطبيعتهم، فهمتني خويا؟ وكيما قلت لك بالنسبة للي عنده توا جرو، ماذا بيه يستحفظ عليه من الكونتاميناسيون، مثل من الكلاب الاخرى، يستحفظ عليه حتى لين يفوت المرحلة نتاع 6 شهور، فهمتني؟ ولا حتى كي بحب يخرجوا في بلاصة نظيفة، دي جاردان كيج وبحده بلاصه بعيده، فهمتي؟ فيهاش بلايص نتاع قطاطس، فيهاش. المهم اللي كبتي كلبه ما عادش يحب ياكل وفاشل، ديريكتومون يهزوا الفيترينير يعملوا له سيرو في الدم، فهمتي؟ في العرق شي نجم يغذيه، وبحول الله تو يمنع له. راهو هو صحيح مرض قاتل، اما كي تخلط عليه من الاول، فهمت؟ قبل المرحله الاخرانيه اللي هي الدياريه بالدم، بحول الله تمنع كلبك. وكاو خلينا نرجع لموضوعنا اللي ديما نحكوا فيه، الكلاب العربي اللي موجوده في السوق طابت على اساس كلاب دنمارك. عندك ترقى اكزامبل كلب عاطي على هاسكي، يقنع في روحه اللي هو هاسكي، ما هو مش هاسكي جبل. شبه هاي، ثم كلاب تلقاها تشبه للهاسكي، تشبه البرجي، جيبهم لهنا يا خويا الناس، فهمتني؟ سبحان الله خويا، راه تنجمش تنظف بلاصه، راك تنجمش تنظفها كومبليتمون. راه فما العربي، فما المخلط، فما الشركي، فما الراتسه، السوق ديما فيه كل شيء، فهمت؟ والكتاتس كيف 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 كتاتس، كل شيء خويا. اسمعني، في البلايص كل
اجي نقول لك تو في عودنا احنا في كل مره في السوق نحكيو على الغشه، الغشه راهي في الاسواق الكل. تو انا بالنسبه لكل ما بحاول الله مراكم نعطيكم مساحه، تو اللي عنده زاده انثر قريب 8 شهور 7 شهور ماذا بيعس عليها على الشالور، وننصح العباد انا فهمتني ولا لا باش تعطي لي فيتامين بالاخص تو دخول الشتاء كلب فهمتني يبدا ضعيف ناقص فهمتني تغذيه يعطيه شويه دي فيتامين شويه بروتين حتى ما يشريهمش حتى ما يشريهمش فهمتني حتى في ما يشريهمش هو معناتها برودويات ينجم يوكلهم في الخضره. برشا عباد تسائل تقول لك كلبتي تو جاتها الشالور عملت عام ونص تو جاتها الشالور. هي بتبيعتها يجي الشالور يجي وقت نتاع التريده نتاعها فهمتني جوست اللي ما اللي ما شلقش بها اللي ما شلقش بها تلقاها ماهوش حطتها في سطح خاطر هما ديغوت نتاع دم يهبطوا فهمتني تبان الكلبه وماذا بيه يرقدها ويكذب عليك يقول لك راهو باش يرقدها تو وهي في البريمير شالور باش يرقدها يرقدها يشوفها يعمل لها تجاوز مع الكر فهمتني وبحول الله ريت اللي رقدها وهي صغيره نجم ترجع راهي بالماكله وبالفيتامين تولي تعرف تولي عندك اكسبيريونس فهمتني حتى المرحله المره الجايه كي تجيب له جراه تعرف كيف تحفظ عليهم تبدا عندها خبره فهمتني مش يخليها كيكا مره واثنين وثلاثه لين تولي هي بيدا سوفاج يرقدها اخوي ويرجع بالعلفه اخوي ويرجعها بالفيتامين بالفيتامين فهمتني ولا لا بحول الله يا ودي اسمع الغرام هذا ان شاء الله اخوي ديما العباد كل تشيخ به اللي عنده اخوي كلب البارفو اللي يشلق بيه ماكلاش بكري ماكلاش عشيه ماكلاش فطوره اعرفوا اللي الكلب راهو تعب سافا با كان عنده الفشله يهزو ديريكت يهزو ديريكت للفيترينير اللي بجنبي توقع الكلمه بالحق محلاها برشا قالت نورمالمون يكون هوني في باب السوق موجود فيترينير ابسط حاجه ماهيش مفروضه ماهيش مفروضه باش يكون لهنا ماهوش مفروض عليه اللي كاري السوق باش يجيب لك لهنا فيترينير نورمالمون هذا اجتهاد كان احنا ك ك ك ك كجمعيه وبيا عندنا جمعيه ولا عندنا حاجه فهمتني هذا كله اجتهاد خويا من عند العباد فهمتني ماهيش معناتها باش نقولوا مفروض يكون ومفروض موجود هو كاري انت تجي تنصب تدفع حق المكسب تاعك السلام عليكم هذاك كله اجتهاد من عندك 40 سنه في الاسواق انا ريت انا فيترينير في السوق فهمت لان ريت فيترينير كي باش نعملوا فيترينير رانا منا فينا فهمني نعملوا جمعيه نعملوا كي فهمتني عباد نقعدوا معاهم فهمتني نجيبوا فيترينير والسلام عليكم ورحمه الله قالوا لي من 2006 وانت مغروم معناتها وتربي في المالينوا احكي لي شويه المالينوا من 2006 وقت المالينوا في طنبه كفايه المالينوا كي نبدا خارج بيه حتى فما برشا مغرميه يقول لك شنو الكلب العربي هذا ما يعرفوهوش تو ولاو يحكيو على المالينوا ويفهموا في المالينوا والشربوني يقولوا له كلب عربي يحسبوه كلب عربي كي خارج بيه انا وقتها كان المالينوا اصفر مش مارون ما... لا لا كان اصفر كان اصفر ما كان اصفر اي خويا من اول المالينوا من 2006 قلت لك ربي فيه المالينوا تو ولاو كلها ولا تفهم في المالينوا والشربوني والشربوني هما يضربوا برجينوار يقول لك هاو الشربوني نرمو خويا يعملوا لنا كابين تاع فيترينير اي واحد داخل كلب للسوق يجي يعديه لهنا ديريكت انت تحب تحكي شنو تحب تحكي نوعيته الفيترينير يقول لك شنو نوعيته هذايا